بالنسبه لو تيتغ سي سينيور خدمت في الجزائر العاصمه كلمه وهيبه بوديب ارانجمون مروان كبال استوديو ارابيكا ديال عاقل الله يرحمه. تعاملت مع عاقل الله يرحمه قبل ما يموت وفوالا كانت لوكازيون كانت اون سواري ا تولوز اون اوتر سواري ا ليون وكان قال لي فوالا حنا يلا كان ديك الساعه بريباراسيون تاع الاستوديو ديالهم استوديو ارابيكا وقلت لك كنتمنى انني نمشي للجزائر ورحب بيا وقال لي مرحبا بك وما كتبش الله كان مات الله يرحمه وبقيت على ديك لا بروميس ومشيت للجزائر كنت طلعت باش ندير واحد لو تيتغ على كومبيل ديال كادير جابوني كيما انفيتي لابا وتما تعرفت على غراس كادير جابوني تعرفت على وهيبه لا باغوليير وحاولت في الدوزيام فواياج انني نتعامل مع وهيبه واستوديو ارابيكا. انا كما تنقول توجور انا ما غابراش بيتيتغ ما كايناش في لا كومونيكاسيون اللي ولينا دابا هاد لي سيت لو ريزو سوسيو ما بقيتش ما كنبانوش فيه بزاف مي انا حاضره كل عام كندير ان تيتغ كندير دي ديو والناس اللي مشاو لاشين اليوتيوب ولا شي حاجه غيشوفوا كل عام ماريا كتخرج الجديد وهذا ما كيمنعش انني ما بعدش لانني دغنيغمون درت لو فيستيفال ديال الموازين درت دي فيستيفال ايسي او ماروك جو في دي تورني او موند لا بالنسبه لاوروبا ولا اسيا ولا الحمد لله موجوده غير لا كومونيكاسيون شويه. انا كيبان ليا ما كاين لا تغيير لا والو كاين شويه تغيير في اللهجه الجزائريه بوتيتغ حيت اعتمدت على دي باغول الجيريان 100% الجيريان اي ميم لي زارونجور الجيريان لو ستوديو الجيريان بوتيتغ اون فوا ايسي لا ديفيرونس انتر لو غاي ماروكان اي لو غاي الجيريان مي ماريا توجور حاضره بالطابع ديالها بالستيل ديالها بوتيتغ انقولو لو غاي ماريا لي توجور دون الغاي وما خرجتش من الغاي وغنبقى في لو ستيل د ماريا في لو ستيل ديالي ان شاء الله لو 14 فيفري غيكون ان كليب جديد ولو تيتغ سابيل حكايتي من وراها غادي نخرج ان اوتر سينجل سميتو وادي الدئام. هو هاد لو 14 فيفري اون فا دير كوم سا كنديرو الكوميرس سي كوميرسيال سي ان جور كوميرسيال و فوالا جو بونس وقيلا انا جو بونس انا خرجت وقيلا قبل ما يخرج حتى واحد وقيلا حيت انا لاج اللي خرجت فيه سيتي جيتي تري جون جافي 16 ans والفكره اللي كانت عندي في ذاك الوقت ربما كل كيفاش كيشوف في الغربه انا كنت كنفكر وقيلا بيتيتغ شي حوايج كبر من العقل ديالي بابا ما فكرتش ومشيت وفي الرجوع جاني شويه واعر ما حاولت كيف كنقولوا حنا المغاربه تنوقف على رجليا ونكون بيان والحمد لله ورضات الوالدين اني معك اليوم